النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي ليتماشى بصورة وثيقة مع المعايير الدولية ويدعم صانعي القرار والبحث العلمي. هذا وتتضمن مذكرة تفاهم عدد من قرارات التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية، بما في ذلك إتاحة البيانات والبيانات الضخمة والبنية التحتية لتقنية المعلومات وتبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي وتسهيل الوصول إلى المعلومة وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بالإحصاء وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل. كما سيتم العمل خلال المدة المقررة لمذكرة التفاهم بين الجانبين والتي ستمتد على مدار 5 سنوات على وضع الخطط والبرامج المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون بين الأنظمة الإحصائية البحرينية والسعودية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. أعلن بنك السلام عن اختتام برنامج قائدات السلام لتمكين المرأة، وهو برنامج يتمحور حول التعلم والاستكشاف والتجربة، ويهدف لتمكين موظفات البنك من خلال إدراجهن ضمن ساعات تدريبية تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية ومشاريع تتناول موضوعات تنمية الوعي الذاتي وتعزيز النمو الشخصي والمهني. هذا وجاءت الفعالية كفرصة لتبادل المعرفة والخبرات حول كيفية التغلب على التحديات وتحقيق التوازن بين العمل والحياة وتقديم المشورة والتوجيه للمشاركات في البرنامج بشأن الارتقاء في السلم الوظيفي وتقلد مناصب قيادية خلال مسيرتهن المهنية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة منى البلوشي رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي أبرز أهداف برنامج قائدة السلام ونتائجه؟ مرحبا، السلام عليكم. طبعا بداية حبيت أنقل تهاني تباركي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفالات البلد بالأعياد الوطنية واحتفال مملكتنا الغالية بيوم المرأة البحرينية. طبعا كان احتفالنا أيضا احنا كبنك السلام ان احنا اختتمنا برنامج قائدات السلام اللي كان منه الهدف الرئيسي هو تمكين موظفات بنك السلام من خلال تزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة للتقدم في حياتهم المهنية وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في البنك. البرنامج تضمن تطوير الوعي الذاتي للموظفات وتعزيز النمو الشخصي والمهني واكتساب المعرفة والخبرة في المجال القيادي. طبعا النتائج اللي هو لبرنامج قائدات السلام كانت نتائج خلينا نقول مسرة وجميلة. احنا قدرنا نحصل عدد ساعات تدريبية تفوق 2000 ساعة تدريب خلال 3 أشهر. البرنامج تم تقديمه على مدة 3 أشهر وبنسبة رضا 96%. تمكننا فيها أيضا من تحديد عدد من المشاركات المؤهلات في البرنامج لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتهم المهنية. كما زاد ساهم البرنامج أيضا في زيادة الوعي الذاتي لدى كفاءاتنا وكوادرنا النسائية والكفاءة المهنية لديهم، وأدى أيضا إلى تعزيز أدائهم في العمل. نعم أستاذة منى، إلى أي مدى تساهم مثل هذه البرامج في سد الفجوة بين الجنسين في بيئة العمل؟
طبعا برامج مثل اللي هو برنامج قائدات السلام تساعد بشكل مباشر في تعزيز ثقة الكوادر النسائية بقدرتهم المهنية وبأنهم متساوون مع زميلهم الرجل من ناحية القدرات ومن ناحية المؤهلات، لأن البرنامج أساسا كان هدفه الرئيسي هو تمكين النساء للحصول على المهارات والمعارف اللازمة طبعا لتتقدم في حياتهم المهنية وتولي مناصب قيادية. يعني في النهاية إذا تمكنت المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية فهذه راح يساهم بشكل مباشر في تعزيز مشاركتها في القطاع المصرفي، وبالتالي راح ينتج منه سد الفجوة بين الجنسين. بكل تأكيد الأستاذة منى البلوشي رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام، شكرا جزيلا لك.